حبيبي يا كيمو. يعني انت الناس ما تعرفش بقى حاجه مهمه جدا، محمد مجدي قفشه ما بيسجلش خالص الفتره اللي فاتت، قال ناخد بطوله افريقيا هيسجل معانا. الف مبروك، احسن راجل في المباراه، نجمك العاده، ثقتي فيك كبيره وثقه كل جمهور النادي الاهلي فيك كبيره جدا يا محمد. مبروك مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، لحظه مهمه جدا، حابب تقول فيها ايه؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مبروك لكل جماهير الاهلي ومبروك لكل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي. الحمد لله انا وعدتك ان انا لما اخد افريقيا هسجل، ودي حقيقه، وهسجل مع كل الناس عشان ما حدش يزعل، بس الحمد لله خدت افريقيا. صعبت البطوله يا مجدي في ايه؟ انا عارف ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، انت تحديدا كنت مركز مع نفسك عايز تعمل هدف، وكان عندك هدف ان انت تاخد احسن لاعب في البطوله، وهي دي طموح لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله. اهم حاجه مش الـ مش الـ مش اللي انا اخد جائزه فرديه، اهم حاجه البطوله الجماعيه، والجماعيه خلي بالك هي اللي بتجيب الفرديه. فربنا كرمنا وخدنا البطوله دي، اهم حاجه. اي حاجه بقى بعد كده تيجي، احسن لاعب مش احسن لاعب، اهم حاجه الفرقه. لعيبه رجاله يا مجدي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. اهو تعالى يا شيخ، هو اللي قال لي هجيب جون قبل الماتش. قال لك امتى الشيخ؟ قال لي هجيب جون قبل الماتش النهارده، كل ماتش، ماتش الوداد والنهارده برضه. قال لك والله العظيم بشوفها في صلاه الفجر بصراحه. هو ما شاء الله مجتهد ويستاهل والله العظيم. ايه الروح دي يا احمد؟ ويمكن انتوا تستاهلوا كل خير.